السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن اختبارات الأندية. هل في اختبارات للأندية في شهر واحد أو شهر يناير ولا لأ؟ طبعا كلنا عارفين إن شهر واحد ده القيد بيفتح فيه، فهل هيكون في اختبارات ولا لأ؟ الكلام ده كله هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة مع شوية توضيحات بسيطة هنقولها في الفيديو بتاع النهاردة. الناس تركز معايا في الفيديو علشان للأسف الناس بتاخد أي فيديو إن أنا بنزله إن هو الحاجة اللي أنا منزل لها الفيديو أو الحاجة أو الفرصة اللي أنا بتكلم عليها هي انا اللي موفرها. لا خالص، انا الفرصة مثلا سمعت عن حاجة او شفت حاجة كويسة وهتفيد الناس بقوم جاي اعمل لها فيديو ومنزلها، لكن مش معنى كده ان انا الفرصة اللي انا بنزلها ديت يبقى انا المسؤول عن الاختبارات بتاعتها او انا المسؤول عنها او انا ليا دور فيها او الكلام ده كله. فده توضيح برضه هنفهمه مع بعض دلوقتي. قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الفيديو، لو انت لسه ما دخلتش الجروب بتاعنا هتلاقي الجروب في صندوق الوصف تقدر تدخله دلوقتي علشان لو حبيت ان انت تتواصل معايا بخصوص التدريب او التغذيه او الاصابات والتاهيل او حابب تسال عن اي حاجه او تستفسر عن اي حاجه هتتواصل معايا من خلال الجروب ده. هتلاقي اللينك انا سايبه لك في صندوق الوصف، تقدر ان انت تدخل وتنضم للجروب ده دلوقتي. هنبدأ بقى الفيديو بتاعنا بتوضيح مهم جدا بخصوص الفيديو اللي فات اللي كان بخصوص شركة التسويق والكلام ده. التفاصيل اللي كانت عندي كلها انا قلتها في الفيديو ونزلت الرقم بتاعهم في قلب الفيديو، فالناس هي تتواصل معهم بقى. انا كده الموضوع بالنسبة لي كده خلص، انا خلاص شفت الفرصة كويسة عملت عنها فيديو نزلت كل التفاصيل اللي اعرفها ونزلت الرقم. الناس بقى تتواصل معاهم مع الرقم ده، تتواصل معايا ما تتواصلش معايا انا، لان انا التفاصيل اللي عندي كلها يعني انا قلتها في الفيديو، يعني انا ما عنديش جديد افيدك بيه. فالناس كمان الناس اللي هي تواصلت معاهم يسيبوا لنا في الكومنتات برضو يقولوا لنا الدنيا ماشيه ازاي، ايه اللي حصل، يعني يقولوا لنا برضو التفاصيل علشان لو في حاجه غير اللي اتقالت برضو نعمل فيديو ونقول للناس ما يروحوش ما يتكلموش الكلام ده. فبرضو الناس اللي هي تواصلت معاهم يسيبوا لنا في الكومنتات يقولوا لنا عن التجربه الدنيا ماشيه ازاي والكلام ده. فانا الناس اللي بتتواصل معايا انا في الوقت الحالي ما يعني انا ما اقدرش اساعدك باي حاجه في الوقت الحالي، لان ما فيش يعني هي الانديه كلها خلاص الدوري شغال، اللي اتلعب 5-6 اسابيع في الدوري، يعني ما فيش يعني المدرب مش هيدي فرصه لحد اصلا ان هو يدخل على الفرقه لو هو جاي من فرقه، ما بالك ده واحد جاي من البيت. فطبعا الفرق كبير ومستحيل طبعا حاجه زي دي تحصل، عشان برضو محدش يضحك عليك. في بدايه الموسم ده احنا عرضنا حوالي 30 لعيب على الانديه واتقبل منهم 5. الكلام ده كان في بدايه الموسم، طبعا كان لسه كل مدرب بيعمل فتره اعداد، كان لسه بيبص على اللعيبه اللي مكمله اللي ماشي، بيبص على اللعيبه الجديده الكلام ده كله. ففي الوقت ده ما فيش اي مشكله لو قلت للمدرب بص لي على ده وده وده، المدرب ما بيقولش اي حاجه. فهو في الوقت الحالي مفيش اي يعني مفيش اي فرصه خالص بالنسبه للانديه اللي هي مش استثماري بقى والكلام ده. فانا ان شاء الله وعد لكل الناس اللي متابعانا ان شاء الله بدايه الموسم الجاي، انا يعني انا حتى برضو نزلت بوست على الجروب بتاعنا اللي انا سايب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. طبعا كل الناس اللي هي متابعانا، كل الناس اللي هي بتدعمنا، طبعا الناس ديت ان شاء الله الموسم الجاي هتتعرض على الأندية مهما كان عددهم مين، مش هتفرق يعني حتى لو 50-100-200 ألف واحد مش هتفرق، طالما اللاعب مستوى كويس يعني أنا أول واحد هساعده، يعني طالما هو مستوى كويس، لأن هو 1+1=2. مستواك نفس مستوى اللعيب اللي عندي في الفرقة أو أعلى من اللعيب اللي عندي في الفرقة هتمضي في قلب الفرقة، مستواك أقل من اللعيب اللي عندي في الفرقة مش هتمضي في الفرقة، يعني هيبقى عندي لعيبة أعلى منك فمش هبقى محتاجك. فهي دي كل الحكاية. نتكلم بقى عن الاختبارات أو الفرص اللي هي متاحة في شهر واحد. بالنسبة لاختبارات يناير كنت شفت بوست من كام يوم، طبعا البوست دلوقتي قدامكم على الشاشة بيقول إن هيكون في اختبارات لنادي بيراميدز ونادي الشرقية وبعض الأندية التانية زي ما انتم شايفين دلوقتي في البوست. فطبعا تم التواصل مع يعني حد تواصل مع نادي بيراميدز مع الناس مسؤولين في نادي بيراميدز، تواصل معاه وبرضه هنزل لكم سكرين برضه بالكلام علشان برضه كل حاجه بنقولها يعني بالصوت والصوره زي ما بيقولوا، علشان محدش يقول مثلا ان انا بجود من عندي او يعني طالع اهاجم وخلاص او الكلام ده كله. فطبعا هتلاقي كل حاجه بالصوت والصوره. فطبعا الاختبارات بالنسبة لنادي بيراميدز مفيش اختبارات في شهر واحد لحد دلوقتي زي ما انتوا شفتوا على الشاشة. فطبعا لو في اي اختبارات هننزل عنها، دي اول حاجة عايزين نتكلم فيها.
تاني حاجة هنتكلم فيها بخصوص الاختبارات اللي هي بتكون في شهر واحد او القيد بيفتح في شهر واحد والكلام ده كله. طبعا القيد ده بيفتح في شهر واحد علشان الناس اللي هي مثلا الفريق الاول محتاج تدعيمات محتاج الكلام ده كله، لكن بالنسبة للناشئين لو يعني لو المدرب مثلا شاف موهبة كبيرة جدا في نادي ممتاز او درجة تانية ممكن ان هو يجيبه في يناير. طبعا لعيب بيكون سوبر، لعيب جاي اصلا بيلعب في فرقة، جاي داخل على فرقة جديدة، غير خالص لما يبقى لعيب جاي من البيت او جاي من الشارع ويدخل على فرقة. تمام، فصعب جدا تلاقي اختبارات للاندية معمولة في شهر واحد، لكن في بعض الاندية الاستثماري هي دي اللي بمليون في المية ممكن تلاقيها عاملة اختبارات في شهر واحد، لان طبعا بيكون عندها اماكن فاضية في القائمة، وطبعا انت هتروح هتدفع فلوس فبالتالي هتتقال مفيش اي مشكلة في يناير. فهي دي الاندية اللي ممكن تعمل اختبارات في شهر واحد. طبعا الاندية الاستثماري يعني على حسب ما انا سمعت زي كان في الشرقية للدخان وكان في فيوتشر وفاركو تقريبا مش متذكر بالظبط، يعني هو كان كذا نادي يعني من سواء ممتاز او درجة تانية يعني بقوا استثماري والكلام ده. فممكن الاندية ديت هي اللي تكون عاملة اختبارات في شهر واحد، لكن غير كده او الاندية اللي هي مش استثماري يعني بنسبة 99% مش هتعمل اختبارات. طبعا الزمالك طبعا القيد واقف فيه بقاله سنة، هيقف سنة كاملة القيد، فمليون في المية مفيش اختبارات في شهر واحد، لان برضو الناس اللي بتسألني واصلا يعني السنين اللي فاتت عمرنا ما سمعنا ان الزمالك او اهلي او اي نادي عموما عامل اختبارات في شهر واحد. فبالنسبة للزمالك مفيش اختبارات طبعا، لان حتى كمان لو القيد بسبب مشكلة القيد فمش هيبقى فيه اختبارات. تاني حاجة الاهلي برضو نفس الكلام، الاهلي ما عملش اختبارات في اول الموسم، فمستحيل طبعا ان هو يعمل اختبارات في شهر واحد. عندنا مثلا بيراميدز كان عمل اختبارات يعني لمدة شهر تقريبا كده حاجة خفيفة، فممكن بيراميدز يعني ممكن، بس زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان انا لما سألت طبعا مفيش، فهو ممكن بيراميدز يعمل، بس انا سألت قال لك مفيش، قال لك الخبر ده كذب لما انا سألت، فممكن يرجعوا في كلامهم زي برضو في اول الموسم قالوا ان في اختبارات وبعدين رجعوا تاني قالوا هنأجل الاختبارات، وبعد كده رجعوا تاني اعلنوا عن الاختبارات، وبعد كده اجلوا الاختبارات وبعدين لغوها خالص، وبعدين اتفاجئنا ان هم عملوا اختبارات. فهو الوضع يعني ممكن يبقى فيه وممكن ما يبقاش فيه. تمام، والكلام ده شفناه في بداية الموسم، بس لما انا سألت قالوا ان الخبر اللي نزل ده خبر كذب. دي كانت النقطة بخصوص اختبارات يناير.